ما هي كيفية تلقي جبريل عليه السلام الوحي من رب العزة سبحانه وتعالى؟ اختلف العلماء في كيفية تلقي جبريل عليه السلام الوحي. القول الأول قيل أن الحفظة نجمت القرآن على جبريل عليه السلام في 20 ليلة، ثم نجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وهذا القول ليس له دليل. القول الثاني قال الطيبي: لعل نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه إليه. وكلمة لعل لا تفيد القطع وإنما تفيد التجويز والاحتمال. القول الثالث وهو الراجح قال البيهقي في تأويل قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، يريد والله أعلم أي إن أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع. ويدل عليه ما رواه النواس بن سمعان مرفوعا حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تبارك وتعالى بوحيه بما أراد، فينتهي به إلى الملائكة، فكلما مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال الحق، فينتهي به حيث أمر. يلاحظ أن الحديث عام يشمل جميع أنواع الوحي من القرآن وغيره، فلا شك أن يكون أول الوحي هو القرآن الكريم لأنه الأهم والأفضل، والله أعلم.